الدفاع نستناو المنافس هو اللي يدير اللعب وحنا نتفرجوا. انا نقول 50-50 لازم علينا نولوا بنتيجه ايجابيه. باش نولوا بنتيجه ايجابيه ما ننتظروش الخصم. لما نسترجعوا الكره هذيك لازم ما نضيعوهاش، لازم نلعبوا الكرات قصيره وسريعه ونروحوا للامام. عندنا لاعبين اللي هما يعرفوا يلعبوا الكره، وهما عندهم نقول لي كاليتي تكنيك اللي لازم يمشيوا بها الامام، مثل الامكانيات مثل بودبوس، فغولي، خدير، سليماني، لاعبين اللي عندهم الخبره وعندهم تجربه ولاعبين محترفين. انا نقول ممكن باش نولوا بنتيجه ايجابيه، مي لازم علينا نغامروا باش حتى الخصم ما نخلوهش يربح الثقه في النفس ويخرج يدير علينا الضغط ويولي يلعب بكرات طويله ويدير علينا الضغط في الدفاع. آخر مباراة بين الفريقين جرت في كأس إفريقيا للأمم في 2010، فاز فيها المنتخب الجزائري بهدف مقابل صفر من طرف رفيق حليش. عبد العزيز، المنتخب الوطني أمامه طبعا خصم وأيضا خصم آخر، هي الأحوال الجوية هناك الحرارة، كيف ممكن أن ينظم المنتخب الوطني الجزائري أو اللاعبين المجهودات، يعني يقسم مجهوداته في الربع ساعة الأول ثم الثاني ثم الثالث على الأقل في المرحلة الأولى من المباراة؟ كما قلت سباقا، يعني من قبل كان اللاعبين اللي شاركوا في التصفيات ولعبوا في افريقيا، اما كما نقول المباراه هذه على حساب درجه قلت 38، يعني ما تكون الجو حار ولا اللاعبين المفروض عليه يدير حسابات، يعني كاين من الكره تمشي ما، وحتى باش يمشي يجري بالكره ما يجيش بالكره، فهمت؟ هذه توجيهات حتى من المدرب ولا حاجه، يقول هذا اللي يزم ما يجريش بالكره يعرف كيف يوزع الطاقة نتاعو، يعني وزعها 90 دقيقة ولا كان الجو حار بالرطوبة منا، عارفين اللاعبين يعني ما كيما قلت أول ما نغامرش في الحاجة ويوزع الطاقة نتاعو نتاع 90 دقيقة ولا حاجة، عارف كيف وين يمشي وين ما يمشيش، ولا بالك يلعبوا الكرة في الرجل ما يلعبوش، تتغير حتى طريقة اللعب تتغير، خاطر بالك القوة، يعني حتى نقول باش إنسان يوصل 90 دقيقة بنفس الريتم ولا حاجة تصعب، يعني فيه نقولوا رانا التوجيهات وباش يمشي بيجري بالكرة ما يجيش بالكره ويلعبوا في يعني يلعبوا كره جزائريه في الفرجل، يعني بالك ممكن نقولوا بالك يعني هذه اللي احسن شيء، اما باش نقولوا نلعبوا كما كان الحال على الحال الجزائري ونلعب طويل ونحوس ندير لي لونغ بال وندير لي ديزابيل، يعني تصعب لنا باش نوصلوا على 90 دقيقه نفس، يعني بالك خاصة اللعاب، خلينا يعني نقولوا احنا ما تنساش بلي اغلبية اللاعبين تاعنا كلهم عايشين لاعبين في الدوري الاوروبي، يعني مخلاف نقولوا جوج ولا ثلاثه، اما الباقي ذاك نقولوا بالك بوغرا ولا بوزيل اللي راهم في الدوري القطري، اما الاخرين يعني تقريبا في اوروبا، كان بودبوز، كان قادير، كان فغولي، يعني بالك الجو يتغير عليهم شويه 38 درجه يعني مع الرطوبه، بالك يعني بالك نقولوا في البدايه، ولكن ولا كانوا في البدايه مشاوك وعارفين كيف يسيروا امورهم، ان شاء الله هي كانت تتحسن ان شاء الله يكون مردود افضل. الان مركز مبولحي في مكانه، بوزيد ممكن انه يكون لاعب فقط ثابت في الدفاع، ما راحش يساعد الهجوم. انا نقول لان القوه الضاربه على الجهه اليمنى على الجهه اليسرى طريقه اللعب ديالو ما تسمحلوش باش يمشي للهجوم، خاصه بدنيا نقول يعني البروفيل تاعو اكثر في الدفاع. من جهه المصباح انا نقول ظاهر الامل ممكن ظاهر المصباح الايسر، مصباح قادر يجيب المسانده للاعب خدير ولاعب فغولي، اما بوزيد انا نقول بوزيد ما عندوش استعدادات طبيعيه يبقى اكثر في الدفاع. اللاعبين اللي يمشيوا للهجوم مثل بودبوس، فغولي، خدير، مصباح يجيبوا المسانده لسليماني. كما قلت لك المغامره خاصه بعد التعادل اللي ولا به المنتخب البنين اللي جاب من رواندا، لازم علينا نولوا بنتيجه ايجابيه. هذه حتى في الجانب النفسي اللاعب يخمم
للنتيجة الإيجابية اللي جابها الفريق البنين. يقول لك أنا يا بالإضافة يونس اسمح لي أن المباراة القادمة الثالثة تجري بالبليدة بين الجزائر والبنين. يقول لك أنا يا صبدي ليروني تنترديت ما عنديش صبحنا في نفس وضعية مالي باش هنا تزيد صعوبة المباراة. مفروض باش نولي بنتيجة إيجابية لما يكون ضغط تاع النفس. شكرا يونس. التحول مباشرة إلى وقدوكو. عنده الكرة الآن لقدير فؤاد، كرة ملعوبة بالعمق لسليمان إسلام الذي أبلى البلاء الحسن خلال المباراة التي جمعت المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الرواندي بملعب تشاكر بالبليدة. طويلة وأمامية من الحارس ياكيتي سميلة، طويلة و عملية مان تو مان تقريبا، الحذر مطلوب وستكون النزعة الهجومية. هذه فلسفة الناخب الجديد وحيد خالي روزيتش منذ قدومه إلى المنتخب الوطني الجزائري، تمكن تنشيط الآلة الهجومية، تحركت وأصبحت شغالة 100%. ركنية من هناك، كورنر، ضربة زاوية للمنتخب الوطني الجزائري. لا بد من الاستثمار والاستغلال الجيد في هذه الكرات الثابتة مع قدير فؤاد الذي سيتولى تنفيذ ضربة الزاوية هذه. فؤاد بالبوكرة، هناك أيضا بوزيد أصحاب القامات الطويلة، وملعوبة دائما الكرة لمصلحة الفريق الوطني الجزائري. فخولي الفنان الجديد يحاول يعكس الكرة، وخمسة أمتار وخمسين لدياكيتي سميلة والفريق المالي الذي تنقل برا من مالي من باماكو إلى بوركينا فاسو إلى واغادوغو أول أمس في الساعة المتأخرة من الليل. خمسة أمتار وخمسين والحذر مطلوب، كرة مرفوعة من هناك، البحث دائما على ساماسا، على سيدو كايتا، على دياكيتي سيدو، وإلى ضربة التماس. ملعب يتسع ل 35 ألف متفرج. المنتخب الوطني الجزائري أصر وألح على الحيطة والحذر وعلى النزعة الهجومية أيضا. سليمان إسلام كمهاجم كقلب حربة صريح اليوم، وعول علي التمريرة الأولى، التسديدة الأولى جانبت القائم، جانبت القائم، وخمسة أمتار وخمسين نسبة للمنتخب الوطني الجزائري الذي يخشى قلت الرطوبة العالية. خمسة أمتار وخمسين والكل ذا مكان لاستقبال الكرة. بولحي والخارج يعتبر المهاجم الأول، طويلة وأمامية من هناك، الدفاع المالي يرد الكرة، الأخذ والرد وبقوة كبيرة، يتدخل مجاني، والهدف الأول أليسا با لولا با 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 جول، ولا أروع ولا أجمل، فعل بالعقيبة، فعل سليمان إسلام الإصابة الأولى. قلت النزعة الهجومية موجودة، والمنتخب الوطني الجزائري يتمكن من التسجيل، يتمكن من التهديف في دقائق مبكرة من هذه المباراة. الكل تنفس السعداء. لا بد من التسيير الجيد للجانب البدني للجهد. تمكننا من تسجيل هدف، إذن فعل سليماني، وتمكن من مخادعة دياكيتي سميلة، ربما ما زلنا نشاهد أهداف. المنتخب الوطني الجزائري قلت كل إصرار، كل عزيمة وإرادة لرفع التحدي والعودة إلى الجزائر بنتيجة إيجابية. يلا بوغرة من هناك، الأخذ والرد، البحث عن سيدو كايتا، تمريرة من هناك بينية ساماسا، وشوف ممتاز رائع قديورة في التغطية، حذاري وحذاري، شوف الصراعات الثنائية كلها للاعبين الجزائريين، إرادة كبيرة. قلت كرة مالية لمن هناك،
تراوري كاليرو، تراوري كاليرو وسو يومبا. البحث عن رفيق، كل المنافذ مغلوقة، انتشار جيد في البداية. على كل نحن في طور بناء فريق وطني كبير إن شاء الله، لابد من الصبر وحذاري. هذه الكرة ورئيس بولحي كالعادة في المكان المناسب، هدف دون مقابل لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. حمل توقيع المهاجم الجديد، أول مباراة رسمية كأساسي بطبيعة الحال. سليماني سبق له وسجل برأسية ممتازة أمام الفريق الرواندي، وفعلها اليوم أمام المالي ودياكيتي سميلة. هدف مقابل صفر، لابد من تسيير الجهد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لكن الكرة لم تصل، وممتازة قنبلة رائعة من كديورة. أحسنت يا كديورة، كديورة والقنبلة ودياكيتي كاد أن يفعلها. التسديدات موجودة، التمريرات موجودة، والفنيات أيضا حاضرة، والهدف الأول هدف السبق وهدف التقدم موجود. فريق الوطني الله بعد عليه العيد لحد الآن يأتي في مباراة طيبة. ديورة ممتاز،
شوف كيفاش يفك الكرة ويمنحها للرفقاء فخولي مايسترو يدور بالكرة نتاعو ممتاز لحسن مدحي وحذاري من سامسا حذاري من سامسا يحاول التوغل حذاري وكوك الرمجي من هناك لم تخرج الكرة كارل المشاني من ركنية يحولها إلى تناس الكل عازب والكل مصر على العودة بنتيجة إيجابية إن شاء الله هذا هو الفريق الذي نريده كرة القدم هجوم أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم كلها إذا أردنا أن ندافع فعلينا بالهجوم وإذا أردنا أن نهاجم فعلينا بالهجوم وإذا أردنا أن نسجل أهداف فعلينا بالهجوم وإذا أردنا أن نتألق وأن نأخذ ألقاب فعلينا بالهجوم تأتي المخالفة قريبا نوعا ما من خط 18 متر 50 رئيس البولحي يتأهل وفيه سوش تعبير من المالي يتأهبان للتسديد استغلال الكرات الثابتة وعملية مان تو مان رجل لرجل وتمر سلامات وخمس أمتار وخمسين ومتابعة جيدة لمقول حريس 13 مشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري مقول حي والحريس 26 سنة أمامنا أول مشاركة في الفريق الوطني الجزائري مع المنتخب الإيرلندي خلفا لمصلحة الفريق المالي خليل وزيش استعمل لحد الآن 36 لاعب في ظرف عام ولدينا 10 هدافين سجلنا بهذا الهدف 14 هدف يعني الآلة الهجومية أصبحت شغالة 100% هذا ما أردناه وهذا ما قام به المدرب حاني روزيتش فيها انضباط فيها عمل هذا ما سجلناه خلال التجمعات والتربصات والحصص التدريبية بول حرايس طويلة وإلى الأمام وقدير قادير عنده لاعب ارتكاز يطلب الكرة وفي المكان الممتاز الرائع يا قدير وأرضية أرضية ودياكيتي نلعب بشكل جيد لحد الآن والنزعة الهجومية قلت موجودة 5-4-1 مع لابريدونس الحذر في المنطقة الخلفية تغيير من رقم 8 وفيه مخالفة يقول السيد دانيال بنات 1-0 ومرور حوالي 20 دقيقة وأكثر كتيورة قايم دوره كمتوسط ميدان في الاسترجاع مهمة كبيرة إلى جانب الأحسن بنات ماذا يقول يترك اللعب بل يطمئن على سلامة اللعب الملقى على الأرض إن شاء الله سلامات شوف ربحنا لحد الآن كل الثنائيات لا يمكن أن نقول نحن الأحسن إلا إذا حققنا نتيجة إيجابية خارج الديار وسنفعلها اليوم بإذن الله بكل تحفظ حسب إحصائيات الكوتش حاني روزيتش طبعا المنتخب الوطني في تحسن كبير في مقابلة رواندا قمنا ب 546 تمريرة وهي السابقة فريدة من نوعها الخضر تطور كثيرا مقارنة مع مقابلة المغرب التي سجلنا فيها 139 تمريرة فقط 28 توزيعة في مقابلة رواندا أشياء جميلة جدا مع الكرة الثابتة ولابد من استغلال الجيد للكرات الثابتة لحسن وقوة كديورة صاحب القنبلات وصاحب التسديدات القوية لم تخرج الكرة ولحسن رائعة
صوبة قدير من هناك لم أشاهدك يا ريال يا بودبوز. ممتازة، يمنح الكرة بشكل جيد. شوف فيها ارتباك، فيها رعب بالنسبة لمدافع الفريق المالي، وهذه الركنية وإن شاء الله سيكون الهدف الثاني. لدينا إمكانيات فنية معتبرة، أصحاب القامات الطويلة. يلا صوبة منطقة دياكيتي سميلة، التوزيعة ستكون مقوسة من دون شك بالفعل ناحية القائم الثاني، ويتولى التصدي بيتي عثمان وإلى خارج أرضية الميدان. أصبحنا نهاجم أكثر. شوف لحسن اللمسة الواحدة، يتعب ولا يمل. أصبح المعلم الباترون الجديد للمنتخب الوطني الجزائري. يلا قدير من اليمين إلى اليسار، يتعب هذا الشاب وممتازة. تمريرات في منطقة الخصم ومحاولة التوغل، ما فيش عقدة حتى بالنسبة لسليماني. لم يظهر سيد كيتا، لاعب أحسن فريق في العالم أفسي برشلونة، فريق برشلونة ثمانية رقم ثمانية تراوري كاليلو، يدور بالكرة ولا يتمكن ولا يستطيع المرور أمام الدفاع الوطني الجزائري، أمام طبعا بوزيد إسماعيل الذي يؤدي في مباراة طيبة، اللاعب السابق لمولودية العاصمة الجزائر. ساماسا وكارل مجاني، وراك وراك، كرة إلى خارج المستطيل الأخضر. فيه مجموعة كبيرة من سكان واغادوغو يحبون الخضر، حاضرين اليوم بالمدرجات. ملعب أربع أوت لمساعدة المنتخب الوطني الجزائري، مع هذه الكرة للتراوري عبدو رقم سبعة إلى تراوري كاليلو. تغيير حتى الآن، الشبال أمادو ديالو لم تجدي نفعا أمام إصرار والعزيمة الكبيرة لدى عناصرنا الوطنية. هدف مقابل صفر من إمضاء ومن توقيع لاعب شباب بالوزداد إسلام سليماني. الإصابة الثانية لهذا اللاعب طويلة ناحية بودبوز. شوف تغيير الأماكن، التنويع التكتيكي. يلا يا إسلام لرياض بودبوز باليمنى، طويلة من هناك، البحث عن مدحي الأحسن وإلى خارج أرضية الميدان. 55 عندنا في البدلاء وفي دكة الاحتياط سي محمد زيدنيك، بوعز عامر وغيلاس كمال فتحي والموشية خالد وبنموسى مختار وتشار سعد وبالكلام السيد وجبور رفيق صغير وسوداني العربي هلال. سوف ربما يسجل اليوم ولما لا، فتحت له الشهية السوداني وأصبح هداف للمنتخب الوطني لجانب إسلام سليماني. اختيارات المدرب حليل وزيج في محلها، تركيز كبير على هذه المباراة وأجواء رائعة سجلناها منذ الإقلاع من مطار هو ريبومدين إلى غاية وصولنا إلى العاصمة البوركينابية واغادوغو. شخصيا كنت لم أتوقع هذا الأداء بالنظر إلى الحرارة الكبيرة المرتفعة وإلى الرطوبة العالية، لأن العناصر الوطنية الآن تسير في المقابلة بذكاء كبير. العودة إلى الدفاع في الوقت المناسب والقيام بالهجومات المعاكسة أيضا في الوقت المناسب. بول حيريس، ثقة كبيرة في النفس، هدف راح لكل الأثر الكبير على معنويات المنتخب الوطني. بودبوز رياض وفنياته. شوف فيه بوزيد يطلب الكرة، لابد من منح الكرة للرفيق لما يطلبها، وقدير من هناك، قدير 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 قدير.
مصباح جمال لعب سي ميلان. مصباح جمال معليش يا جمال، 51 مشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، 27 سنة لهذا اللاعب. بالكعب تمر الكرة إلى تراوري كاليلو، تراوري كاليلو كديورة وجد المكان نتاعو ويؤدي في مقابلة بدون خطا لحد الآن. شوف أينما يكون لاعب المالي يكون معه لاعب الانطلاقة، وحذاري حذاري حذاري، تسديدة وتألق بولحرايس، التسديدة وتألق بولحرايس، وكانت فيها راية. أما التصدي كان ممتاز لمبولحي، كرة لا تصد ولا ترد، تمكن منها مبولحي رايس، صدها وكانت فيها راية. حتى الآن الكل تمام. طويلة وعمامية صوب إسلام فغولي وبودبوز، وإسلام في القاطرة الأمامية في الخط الأمامي، الأخذ والرد، وفغولي من هناك ماذا يفعل؟ يحسن مداعبة الكرة، لحظ في الاستقبال كان بإمكان قدير أن يكون في هذا المكان المناسب. أوه! كاد شوف الطيمين، شوف يذكرني بلاعب كبير سليماني، عنده الحس نتاع التهديف، ثم يتفوق على المدافع، يكون في المكان المناسب. هذه من طبعا وصفات الهداف الكبير، كما كان عليه اللاعب ميلر الهداف الألماني في السبعينيات، عنده إمكانيات وقدرات هائلة سليماني إلى جانب السوداني هلال. شوفوا كيفاش يكون في المكان المناسب، شوف بدون خطأ، يلا يا الحسن، يلا يا الحسن، وممتازة، والإصابة الثانية، والإصابة الثانية، كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها سليماني. قلت يحسن الهجوم ويحسن مداعبة الكرة، وكاد أن يأتي بالإصابة الثانية. دولي في هرايا، أصبحنا نلعب جيد ونهدد مرمى الماليين ودياكيتي. هذا الفريق، هذا المنتخب الإفريقي العملاق الذي قيل بشأنه الكثير، يقوده لاعب كبير اسمه سيد كيتا. وشوف التمريرات هنا يا كرة هذه القوية، التسديدات القوية، لكن لم تجدي نفعا لحد الآن أمام صلابة والاستيمات الكبيرة التي أظهرها أبناء وحيد حالي روزيتش. سليماني أول لاعب محلي من البطولة يسجل في مباراة رسمية، كان هذا أمام رواندا بعد 6 سنوات. اللاعب المحلي الذي سجل هدف هو ياسف خلال المباراة التي جمعت المنتخب الوطني الجزائري بنظيره النيجيري. سجل ياسف وسجل بوتابوت. تعود الكرة لسليماني، يحاول أيضا مساعدة الرفقاء. كرة تأتي من ساو يامونغا ثم تعود للمنتخب الوطني الجزائري. شوف التنويع، شوف الروعة، والانطلاقة لسليماني، انطلاقة لسليماني، ممتاز رائع. شوف التفكير التكتيكي للاعب، كاد أن يأتي بالإصابة الثانية، يسجل ويمنح كرات للرفقاء قصد وبغية التسجيل. هذا هو الرأس الخربة الممتاز الصريح، مواصفات رأس الخربة تتوفر في هذا اللاعب. قلنا عليه لاعب نادي فقط، لكنه أظهر العكس، أبلى البلاء الحسن مع شباب بلوزداد ويتعلق مع المنتخب الوطني الجزائري. سليماني يؤدي في هذه الكرة، في هذه المباراة بدون خطأ. حذاري من المرتدات، يلا نتجمع، يبدأ من فك الكرة
ومخالفة. بنات كان قريب من اللقطة وحذاري يا مجاني، علينا ألا نناقش قرارات الحكم فهو السيد. وتأتي المخالفة في المحور لكنها بعيدة نوعا ما عن مبولحي. مجاني مصاب، كان تحدث مع في خشونة من الماليين، وكارل مجاني تقدم له الإسعافات على هامش المستطيل الأخضر. إن شاء الله سلامات. عد عد يا بني إلى مكانك ولتقم بدورك مع بوكر مجيد في المحور. لحد الآن ثنائي ممتاز رائع، فيه تفاهم بين الثنائي. الحكم الرابع في حديث مع مجاني ويتعلق الأمر بفيكتور غوميز ميغيل. نذكر بطاقم التحكيم بنات كحكم رئيسي، والمساعد الأول هو سونديل ديليكان، المساعد الثاني ليندي كايا بولو، الحكم الرابع فيكتور غوميز ميغيل مع ركنية لمنتخب مالي. منتخب مالي لم يظهر الشيء الكثير منذ سنة 1500 يعني بالحصيلة أو إحصائيات أو مواجهات الفريقين. ممتازة الكرات الثابتة خطيرة وتعديل النتيجة من هذا اللاعب الذي يحمل رقم 21، فعلها وتمكن داي محمد تمكن من تعديل النتيجة. حذاري من الكرات الثابتة، وعلينا الآن أن نسير الجهد من كرة ثابتة. داي محمد يقوم بمعادلة النتيجة، والفرحة عارمة لأنصار المالي حاضرين هنا عندنا بقوة المدارج المكشوفة. تعديل النتيجة من كرة ثابتة. يلا لدينا القدرات ولدينا الإمكانيات لتسجيل إصابات أخرى. فغولي والحسن مهدي، عودة إلى الوراء لمصباح، التغيير لمجيد بقرة الكابتن والقائد. شارة القائد عادت لبقرة مجيد سليماني، عملية الوانتو. فغولي من هناك كتيرة، يبدو لي كان خطأ. بنات لم يعلن عن أي شيء، وخروج الكرة ضربة تماس أو إعادة للميدان. حذاري من المرتدات من سيدو كايتا ومن سماسا وداي محمد أصحاب القامات الطويلة. كل واحد في مكانه. يلا كرة مالية، من هناك يحاول ومبول حي ممتاز. كانت المحاولة من تراور يبدو، وكل حي رئيس في المكان المناسب تمكن من سد الكرة. فيها استفاقة من جانب الفريق المالي. يأتي الخطر من التراوري، عبدو هذا رقم 7 ثم رقم 18 صاوية مومبا، والتسديد من بعيد. كرة كانت خدعت راسية، خدعت الحارس بولهي. معليش إصابة مقابل إصابة، علينا قلت ووعيد نسير جهودنا. يأتي المباراة بالنظر إلى الرطوبة العالية. فغولي وكديورة ممتاز، ديورة ممتاز وبنات
في اعتراض والسيد بنات لم يعلن عن المخالفة. ما توقفتش المباراة وفيه كديورة مصاب وملقى على الأرض، لأنه السيد بنات يفضل مواصلة اللعب. فغولي مع كديورة الذي يفضل إخراج الكرة. حالي روزيتش على أعصابه، إن شاء الله السلامات يا كديورة. كديورة الذي يقوم بدور كبير في وسط الميدان. هؤلاء اعتراض وهي الإعادة أمامنا، واعتراض لكديورة حتى جبور قلق. حالي روزيتش كل دكة الاحتياط. كديورة لاعب ممتاز. كديورة عبدان 26 سنة، متر و83، لاعب نوتيغام فورست، 16 مشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري وهدف. هو أمامنا سليماني وسجل الهدف هذا الذي صال وجال وابلى البلا الحسن وتمكن من تسجيل. شوف التعب والرطوبة العالية، المجهودات المبذولة تخلينا نخشى ما تبقى من المباراة. هذا الكابتن أو المايسترو لحسن تلعب الكرة الآن من هناك إلى مهدي لحسن. يلا نقوم بالتمريرات حتى أن نأخذ، خلي الزملاء يأخذوا نفس طويلة وبالعمق. ماذا هناك؟ يحتج سليماني إسلام. هذا هو مسجل الهدف الأول. كنا سباقين في التهديف وعدل النتيجة داي محمد. بوغرا مجيد للأمام، دائما نلعب أكثر بالعمق، دور بالكرة. رقم 7 التراوري عبدو، ثم دي رقم 8 التراوري كانيلو. تراوري كانيلو وتراوري عبدو، والاعتماد على نداي محمد. سيد كايتا ما شاهدناهش كثير، وتأتي الانطلاقة من الظهير الأيسر هذا بامبورا. عمد أو هدم، حاول الفريق المالي يرغب ويحاول التسديد من بعيد، لكن فيه جدارين. لو لم تكن الركنية لما كان الهدف، كان فيه تهاون نوعا ما من قبل عناصرنا الوطنية بالهدف، لكن معليش. لحسن وتمريراته، شوف إسلام عمل كبير. أحسنت يا بني، أحسنت. وأبو دبوز من هناك، فغولي يبحث عن رفيق وقدير من اليمين. ماذا يفعل؟ يحسن المراوغة وبعيدة كل البعد. معليش معليش يا قدير، يا فؤاد. فؤاد قدير واحد من العناصر المعول عليها في الخط الأمامي. قدير فؤاد 28 سنة، متر و79، 68 كيلوغرام، لاعب فالنسيان، 10 مشاركات مع المنتخب الجزائري وهدف أمام إيرلندا. تبقى الرطوبة عالية جدا، يصعب التنفس، هذا ما نخشاه. أو بودبوز رياض ينشط في البطولة الفرنسية. بودبوز رياض مع فريق سوسو 22 سنة، متر 72 و 59 كيلوغرام، مرفوعة كما ينبغي. سليماني في القائم الثاني،
كل الكرات صوب هذا الهداف الذي نتمنى له كل التوفيق، يتألق من مقابلة إلى أخرى حتى بالنسبة لوضعية التعليق. نعمل في ظروف صعبة وصعبة للغاية جدا أمامنا دياكيتي سميلة حارس منتخب مالي. دياكيتي سميلة الذي تلقى هدف أمام البنين وحذاري حذاري حذاري فيها أخطاء وهفوات. مكرم جيل بعد الإصابة يعود إلى المنتخب الوطني الجزائري ويحمل شارة القائد بوكر مجيد. حذاري تعود الكرة للمارين ولركبة ثلاثة طنبور عدم الأخذ والرد ثم إرادة كبيرة وعزيمة لكتيرة وإلى خارج أرضية الميدان. أمامنا بوزيت بوزيت بالكرة فغولي ثم ديما إسلام فغولي فغولي وبودبوز بودبوز فغولي وسليماني أمامه على شكل المثلث. كرات ممتازة رائعة يلا نوسع ونفتح وإلى خارج أرضية الميدان. شوف إسلام يدي في مباراة طيبة لحد الآن. اللاعب المحلي الوحيد الذي سجل هدف بعد 6 سنوات من الانتظار في مقابلة رسمية مرفوعة من بوزيد إلى قادير يتحول من اليمين إلى اليسار في تنويع تكتيكي في انتشار جيد فوق أرضية الميدان. لا ننسى أننا نلعب في ملعب محايد بعد الأمور التي حدثت بمالي. الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر باش تكون المقابلة في ملعب محايد وخلى الاختيار للمنتخب المالي الذي اختار البلد الجار فريق بوركينا فاسو قلت العليا سابقا. خارج أرضية الميدان لا بأس أن نذكر في شوف فيه مخالفة في مخالفة يعني منذ سنة 1995 عندنا 7 مواجهات هذه الثامنة يعني نحسب من 1975 وخلينا مع الخطأ. شكرا للزملاء التقنيين للفرقة التقنية نقل مباشر جزائري 100% مع التقنيين الذين قاموا بمجهودات جبارة. تحية تقدير للتقنيين الجزائريين الذين تنقلوا من الجزائر قصد هذا النقل المباشر. وتأتي المخالفة قدير أمام الكرة قدير وقدرات كبيرة يلا يا قدير باليمنى وبباطن القدم من دون شك بالفعل وبين قفازات الحارس. دياكيتي دياكيتي سميلة عملاق دياكيتي سميلة قامة طويلة كرة من هناك في وسط الميدان مع السامسة لرقم 7 النشيط هذا تراوري عبدو لم ينجح ساو يا مومبا مبنى بوزيد. كرة من هناك ناحية القائم الثاني وإلى خارج أرضية الميدان 5 أمتار و50
يلا نقترب من نهاية المرحلة الأولى. سجلنا هدف، تلقينا هدف، علينا أن نسير بقية المقابلة بحذر، وعلينا أعيد وأكرر خاصة في مثل هذه الظروف المناخية تسيير الجهد البدني أكثر. فغولي فغولي فغولي، عملية الوانتو ناجحة، فغولي مع اثنين من المدافعين. متى سيصفر الأخطاء سيد بنات؟ كرة مرفوعة، ومن هناك مجيد بوغرا لم يسترجع قواه 100%. لاعب الأخوية القطري، حذاري من رقم 11 هذا. صامصا وبولحي، بولحي يلا مباشرة، ما فيش خطأ. مهدي إلى بودبوز، بودبوز تبادل كروي من هناك مع فغولي، الانطلاقة من بودبوز، بودبوز وبوزيد مرفوعة وفيه لمس باليد. شوف الدفاع، كل ما تكون الكرة لدى عناصر الوطنية في المنطقة تاعهم فيها ارتباك، لابد من استغلال هذا الارتباك، فيه رعب وسط دفاع المالي. خالق خاليلوزيتش، ودبوز يشكر الزملاء، قليلا من الماء بطبيعة الحال، الرطوبة عالية فقدان الطاقة في مثل هذا المناخ. اللاعب في حاجة إلى كميات هائلة من الماء باش يسترجع القوى نتاعو. سليماني وإعادة الكرة للماليين، هدف مقابل هدف، هدف من سليماني، وقام بالمعادلة نتاي محمد، طويلة وإلى الأمام، أخذ ورد في وسط الميدان. سليماني شوف الانطلاقة نتاعو، يتبع الكرة، لما تكون الكرة على اليمين يكون على اليمين، لما تكون الكرة في الوسط يكون سليماني في الوسط، ولما تكون الكرة على اليسار يكون على اليسار، يطلب الكرة في كل مكان. هذا هو رأس الحربة الحقيقي. لحسن العياء يبدو أكثر كما توضح هذه الصور المقربة من زميلنا المخرج يزيد بلكوت، والفرقة التقنية مشكورة على المجهودات المبذولة من أجل هذا النقل المباشر من هنا من بوركينا فاسو، من واغادوغو. رقم 7 أمام الكرة يتأهب ويستعد، تراور يبدو أمام الكرة، وحذاري من الكرات الثابتة. عبدو، عبدو وتدخل الدفاع، قدير يتحول إلى مدافع، قدير وحذاري، حذاري وكذا في خطأ هنا. فغولي يلا الكرة المرتدة، في سليماني وفي بودبوز، سليماني أو بودبوز، يلا 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 فغولي، كان ناني نوعا ما، كان بإمكانه تمرير الكرة لبودبوز، كان ناني نوعا ما، وكرة ضاعت، معليش حاولت التسديد من بعيد. المقابلة السابقة قمنا ب 28 توزيعة، شيء جميل جدا، 90 دقيقة أمام رواندا، وقمنا أيضا ب 23 تسديدة. ما يمرش بودبوز، وترجع الكرة للماليين وإلى السيد، وكرة إلى اليسار نحو عبدو التراوري، عبدو التراوري، والدفاع يتدخل. العملاق رقم 10 مايغا موديبا، مايغا موديبا، ورقم 8 هو تراوري كاديلو، حين يحمل رقم 11 ساماسا. قامات طويلة وإمكانيات أيضا لباس بها،
خليلو زيش يحترم كثيرا فريق المنتخب المالي. وفي هذه الأثناء سيداتي وسادتي الحكم الجنوبي فريق السيد بنات يعلن عن نهاية المرحلة الأولى بنتيجة هدف مقابل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. حمل توقيع سليماني إسلام وعدل النتيجة من فريق المالي. انداي محمد لا تذهب، ابقوا معنا، سنسجل إن شاء الله أهداف أخرى في المرحلة الثانية. نعود إلى الجزائر العاصمة. سيد السؤال الجديد بسعر مدهش.